حسب يعني يختلف. يعني الغضب الله تبارك وتعالى يغضب سبحانه وتعالى. طيب الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يغضب، وقال غير المغضوب عليهم الذين يغضب عليهم الله، يغضب عليهم الملائكة، يغضب عليهم ويغضب عليهم المؤمنون. فالله يغضب، والغضب ليس عيبا، الغضب ليس عيبا، لكن أهم شيء أنه يكون في محله. الإمام الشافعي يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ما عنده شعور، ما عنده إحساس. لا الغضب ما في بأس إنسان يغضب، لكن يبقى الغضب لأجل ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغضب ولا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، إذا انتهكت، ما يغضب لنفسه، يعني يسامح، يفوت، ليس الشديد بالسرعة. طيب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفوت هذا ويستعيذ وكذا، يبتعد عن هذا، وكان يقول لا تغضب. قال لما جاء الرجل قال يا رسول الله عذني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. ولما قال الرجل أو رأى أحدهم غضبان فقال إني لا أعلم كلمة، لو قال لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالغضب لثوران النفس هذا أحيانا يعني كثيرة، أن الإنسان يفعل أشياء يندم عليها بعد ذلك. فلذلك الإنسان إذا كان الغضب لله للدين فهذا محمود، وأما الغضب للنفس فهذا مذموم، والإنسان كثر ما يقدر أنه يمتنع من الغضب. طيب أن ما يغضب، يمسك نفسه، ليس شيء بسرعة، أن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يملك نفسه قدر ما يستطيع. فأما ماذا يفعل حسب الحالة، قد يكون أحيانا الحالة الغضب يؤدي إلى القتل. طيب كما ورد عن خالد بن الوليد مع بني جذيمة، مع عفوا بني يربوع، لما ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى قال خالد ما منعكم أن تدفعوا الزكاة؟ قال إنما هي أموال كنا ندفعها لصاحبكم، فلما مات ما بال عبك؟ قال أهو صاحبنا وليس بصاحبك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، اضرب عنقه، يقول لي ضرر. فهذا غضب لله وللرسول. فهنا الغضب إذا كان لدين الله تبارك وتعالى فمحمود، لكن ما هي ردة الفعل حسب الحالة، ما تستطيع تعطي حكما واحدا على كل الحالات. في حالات ممكن يكون الضرب، حالات ممكن يكون الترك المكان، حالات ممكن يكون الرد بالكلام، أحيانا ممكن يكون القتل، يختلف يعني من حالة إلى حالة يعني.